طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلة المحلية، نبدأها بالعناوين. المحافظ البحسني يطلع على سير الأعمال الإنشائية لمباني كلية الشرطة ويتفقد مستشفى المكلة للأمومة والطفولة. وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد ويفتتح عدد من المشاريع التربوية والتعليمية بمديرية الشحر. ارتفاع أسعار الأسماك يفاقم بمعاناة المواطنين في مدينة الشحر الساحلية. محافظ العاصمة عدن يترأس الاجتماع الأول للجنة إعداد الخطة والموازنة للعام المقبل. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارق سالمين البحسني على سير الأعمال الإنشائية الجارية بكلية الشرطة بحضرموت البالغ نسبة الإنجاز فيها 80%. وطاف المحافظ بسكن الطلاب والمبنى الأكاديمي ومبنى إدارة الكلية الذي يتكون من 3 أدوار، ويضم مكتب مدير الكلية وقسم القبول والتسجيل وقسم إدارة التدريب وقسم إدارة الشؤون المالية والإدارية وقاعة اجتماعات. وشدد المحافظ البحسني على سرعة العمل والإنجاز واستكمال مباني المرحلة الثانية وفقا والمواصفات الفنية المعتمدة، مع الاهتمام بالنظافة والتشجير في ساحات الكلية. اطلع محافظ حضرموت على سير العمل في أقسام وعنابر مستشفى المكلة للأمومة والطفولة ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى. واستمع المحافظ البحسني من مدير عام المستشفى على آلية سير العمل الإداري والطبي والتوجهات المستقبلية لأعمال التوسعة. وشدد محافظ حضرموت على تحسين الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى. إلى ذلك زار المحافظ البحسني مبنى مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة بمنطقة 40 شقة بالمكلة، مطلعا على الاحتياجات الضرورية لبدء تشغيل المستشفى، موجها بسرعة تشغيله وتجهيزه وإدخاله للخدمة ليسهم في دعم الخدمات الطبية للقطاع الصحي بالمحافظة. وفي سياق آخر، قام محافظ حضرموت بزيارة ميدانية لشوارع مدينة المكلة مطلعا على مستوى النظافة والمظهر العام للمدينة. واطلع المحافظ البحسني على الوضع العام للشوارع المحاذية لجامع مسجد عمر ومستوى النظافة والتنظيم بعد إعادة رصفها، موجها السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الأشغال وصندوق النظافة والتحسين بالحفاظ على نظافة الشوارع الحيوية وإزالة البساط المنتشرة بشكل عشوائي فيها، والرفع بمقترحات ودراسة لإقامة بساط رسمية في مواقع أخرى للباعة المتجولين. وتجول محافظ حضرموت في عدد من شوارع المدينة موجها بإنشاء مجسم في جولة الريان يرمز لكلية الشرطة وتشجير المساحة التي بها، وكما وجه بإزالة المخلفات والسيارات الخردة في كافة شوارع المدينة. التقى رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمر بن حبريش عددا من مقادمة وأعيان قبيلة السومحي. وأشار الشيخ بن حبريش إلى أن هذا اللقاء يأتي تزامنا مع الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى 7 للهبة الشعبية الحضرمية التي ستقام في منطقة رأس حويرة السبت القادم لاستشهاد مؤسس حلف حضرموت المقدم سعد بن حبريش. ومن جانبهم أكد مقادمة وأعيان قبيلة السومحي على أهمية المشاركة في إحياء ذكرى الهبة الحضرمية بوصفها أحد الأحداث الاستثنائية المهمة في تاريخ المحافظة ونضالات أهلها في المطالبة بحقوقهم المشروعة. اطلع وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على سير العمل بالمشاريع التربوية والتعليمية بوادي عرف بمديرية الشحر. وخلال الزيارة افتتح الوكيل عبدون قاعة اجتماعات وصالة نشاطات بمدرسة عمر بن العاص للتعليم الأساسي للبنات، وقاعة حاسوب متكاملة بمجمع سعيد بن المسيب التعليمي تتضمن 25 شعبة دراسية بين الأساسي والثانوي، متفقدا سير العملية الاختبارية في عدد من المدارس للفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى وضع خطة مشاريع توسعة للشعب الدراسية بالمناطق والقرى النائية على مستوى المحافظة، وإضافة صفوف دراسية لمدرسة الإمام الشوكاني بمنطقة البرح وترميم مجمع سعيد بن المسيب التعليمي. كما زار الوكيل عبدون مركز ذوي الاحتياجات الخاصة للمديريات الشرقية.
نفذ فريق شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية نزولا ميدانيا إلى مناورة قوة عسكرية للشعبة الهندسية بالمنطقة. تأتي المناورة ضمن البرنامج التنفيذي الوطني لإظهار قوة جاهزية الشعبة الهندسية. وخلال الزيارة تعرف الفريق الميداني لشعبة التوجيه المعنوي على مجموعة جديدة من الألغام المبتكرة والعبوات المتفجرة والأحزمة الناسفة حديثة الصنع محليا. ترأس مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين الحامد الاجتماع الثاني للجنة المتنفسات والحدائق العامة بالمديرية استعراض المحضر السابق وجدولة خطة أعمال المحضر الثاني. وناقش الاجتماع وضع خطة إدارة الحدائق والمتنفسات لاستغلال مساحة كورنيش 60 في تسقيط بعض الطلبات المقدمة لإقامة متنزهات ترفيهية وخدمية يتم توزيعها بحسب الاشتراطات والمعايير المحددة. وتناول الاجتماع المعايير الخاصة بحديقة 26 سبتمبر، كما استعرض كشف محاضر التسليم لبعض مواقع المصالح العامة المسلمة من الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني. التقى مدير عام مديرية المكلا عددا من سيدات الأعمال بالمدينة لتنسيق عملهن مع الجهات المختصة في المجال التجاري. واستمع مدير عام المكلا العميد الحامد من سيدات الأعمال إلى بعض الأفكار والمقترحات الدافعة لعمل المرأة بالمجال الحرفي وإقامة سوق حرفي خاص بالنساء لعرض مخرجات عملهن وإبرازه. وأكد العميد الحامد دعم السلطة المحلية بالمديرية في تقديم التسهيلات والعمل لمساندتهن لتجاوز كافة الصعوبات والتحديات وضمان استمرارية جهودهن بالتجارة. التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر عضو الجمعية الوطنية المناضل اللواء أحمد منصور الحمودي. وخلال اللقاء أشار رئيس القيادة المحلية إلى حاجة حضرموت لخبرات كوادرها العسكرية والأمنية، مؤكدا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لتنفيذ كافة استحقاقات المحافظة. وأعرب اللواء أحمد منصور عن تهانيه للقيادة السياسية وشعب الجنوب على نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة. وفي سياق آخر اطلع رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت على عمل ونشاط مؤسسة فيوتشر للتنمية. واستمع رئيس انتقالي حضرموت من رئيس المؤسسة على طبيعة نشاط المؤسسة وأهدافها في خدمة حضرموت وبداياتها كبادرة شبابية تطوعية تسعى لخدمة الشباب وتأهيلهم في مجالات التدريب وتنفيذ المبادرات. وأشاد الدكتور محمد جعفر بنشاطات المؤسسة وتفانيهم في خدمة مجتمعهم، مبديا استعداد القيادة المحلية بالتعاون مع المؤسسة ورعاية مشاريعها وخططها. على الرغم من صدور قرار وكيل أول حضرموت بتوفير حاجة السوق المحلي من الأسماك وضبط أسعارها، تشهد أسواق مدينة الشحر ارتفاعا جنونيا في أسعار الأسماك، الأمر الذي جعل الكثير يعزف عن شرائها. كغيرها من السلع والمواد الاستهلاكية، ارتفعت أسعار الأسماك في ساحل حضرموت لتتفاقم معها معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي تزداد سوءا يوما بعد آخر. ويشكو المواطنون في مدينة الشحر من ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنوني لأسباب كثيرة، منها تصديرها للخارج رغم قرار وكيل أول حضرموت بتوفير حاجة السوق المحلي من الأسماك وضبط أسعارها. للأسف يعني كوحدة إنتاجية سمكية كبيرة على مستوى الجمهورية المفروض أن تغطي السوق المحلي، لكن للأسف الشديد أن معظم الأسماك الآن لا نجد في داخل الأسماك حتى على مستوى الأسماك البسيطة جدا، فمعظم الأسماك هي تصدر للخارج ويأخذوها دائما أصحاب العوازل ويأخذوها كل. احنا فرحنا كثير جدا بالقرار الذي اتخذه الوكيل المحافظة بخصوص تأمين السوق المحلية بالنسبة للأسماك خاصة في المكلا. نتمنى أن يكون هذا نفس القرار أن يطبق برضه كذلك في مدينة الشحر، بحيث هناك أن يؤمن قدر الأمكان السوق المحلية بالنسبة للأسماك. المحلية وينها؟ تندر لهنا تشوف؟ السلطة المحلية عندهم راقبين وعندهم يدرون يشوفون السوق. نحن اللي نشوفه أن نشوف العوازل تحمل والمواطن يتعين. التقلبات الجوية ودخول موسم الشتاء وغيرها أسباب رئيسية ذكرتها الجهات المعنية بالشحر في ارتفاع سعر الأسماك في ظل ازدياد الطلب
وعدم اكتفاء السوق المحلية. ارتفاع الانتاج في مواسم، في مواسم ينزل الصيد إلى أقل أسعار، الحوت سعره 80-70 ألف يريع إلى 15 ألف ريال. ليش؟ لأنه في حالة زيادة الانتاج هو تلقائيا هذا الصيد ينزل، وفي حالة شحة الانتاج يرتفع مقابل أنه قليل الأسماك. اولا نحن في عندنا يتصور، وفي السلطه المحليه هنا عندنا في المديريه شكلوا لجنه عشان نشوف احتجاجات السوق داخل المدينه. في تحديد حددنا بعض انواع من الاسماك، هذا نقول نحن ان هذا يستفيد منه المواطن. وياتي ارتفاع اسعار الاسماك بالتزامن مع انهيار العمله المحليه وغياب الرقابه على السوق المحلي من قبل الجهات المختصه بحسب ما يرى مراقبون. وإلى العاصمة عدن، حيث عقدت لجنة إعداد الخطة والموازنة بالعاصمة عدن أول اجتماعاتها برئاسة محافظ العاصمة الأستاذ أحمد لملس. واستعرضت اللجنة عددا من الخطط والموازنات المقترحة من المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات، حيث تمت مناقشتها وإحالتها إلى اللجنة المصغرة. وتطرق الاجتماع إلى مؤشرات القطاعات الإيرادية التي تعد أهم مرتكزات الخطة والبرنامج الاستثماري، وكذلك مناقشة تدخلات ومشاريع المنظمات الدولية بهدف منع التداخل والازدواجية بين محتويات الموازنة الاستثمارية وتلك التدخلات. الآن نترككم مشاهدين الكرام مع أبرز حدث لهذا اليوم. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المحافظ البحسني يطلع على سير الأعمال الإنشائية لمباني كلية الشرطة ويتفقد مستشفى المكلا للأمومة والطفولة. وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد ويفتتح عدد من المشاريع التربوية والتعليمية بمديرية الشحر. ارتفاع أسعار الأسماك يفاقم بمعاناة المواطنين في مدينة الشحر الساحلية. محافظ العاصمة عدن يترأس الاجتماع الأول للجنة إعداد الخطة والموازنة للعام المقبل. ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.